أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفنا حبيبنا أبو الحكم، وموضوعنا راح يكون آيات إرهابية، الحلقة السابعة من آيات إرهابية. بالبداية خلونا نرحب بأخونا أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. أهلا حبيبي جان، وأسلم على كل المشاهدات والمشاهدين اللي متابعين الحلقة. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. أبو الحكم، خلينا نبدأ بالآيات الإرهابية الجميلة اللي باقية منها، تفضل. أوكي، طبعا بس حبيت أقول للإخوة إنه إحنا ما باقينا كثير من الآيات الإرهابية، بس باقينا يمكن لو هالحلقة حلقة اللي بعدها حسب الظروف، أو 3 حلقات يعني تكون تنتهي ونلقي لنا سلسلة شغلات أخرى، ويقدرون أخواتنا أخواتنا المشاهدات وأخواتنا المشاهدين وأخواننا المشاهدين يبعثون يعني إذا عندهم يعني اقتراح يعني سلسلة حلقات جديدة أو أي موضوع حابين يتكلمون فيه، إحنا جاهزين يعني. أبو الحكم، عندك الصوت كتير واطي، ما بعرف شو القصة، قصة الصوت ما يعني ما عم بنسمع مزبوط. هلا أحسن؟ إيه هلا أحسن، بس بدك تتم على هالوتيرة هي. أوكي، هلا الصوت أحسن؟ صوت احسن، قد ما بتقدر قرب الميكروفون عن تمك قد ما بتقدر. اوكي، يعني حبيت اخبر الاخوات والاخوه انه ممكن تخلص حلقاتنا بايات ارهابيه خلال حلقتين او 3 من اليوم، وحبيت بس اقول لهم اذا حابين نبتدي بيسألوا من كثير أو عندهم على بالهم مادة معينة إسلامية نبحث فيها، إحنا ما عندنا مانع. والمهم سنكمل طبعاً هي الآيات الإرهابية كثيرة جداً، ولكن إحنا ركزنا على الأشياء الواضحة جداً اللي يدعو بها اللي بدأ قتال الغير المسلم، ما إذا كان مشرك يعتبروه أو يعتبروه من أديان أخرى. عندنا اليوم سورة البقرة الآية 217 اللي تقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طبعا نجي على تفسير الآية، طبعا دائما تعرفون أن تفسيرنا دائما لابن كثير، يعني قال ابن أبي حاتم عن جندب عن بن عبد الله أن رسول الله بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطق بكى صبابة إلى رسول الله فحبسه، فبعث عليهم مكانه عبد الله. ليش بكى ما أدري، مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تقرين أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا ان ذلك اليوم من رجب او جمادى. فقال المشركون المسلمين، يعني قتلوا احد على اساس ما يعرفوا بالتاريخ، المسلمين قتلوا بعض الاشخاص في الاشهر الحرم اللي يعتبروا، طبعا هي اصلا عاده جاهليه كانت، والاسلام فتره طبقها مثل ما قلنا، وبعدين رجع غير رايه لما شاف ما يصرف له، يعني
يريد بأي وقت يقاتل، ما يهمه لا شهر حرام ولا غير حرام، هو إن كل حرام يعني، أو يعني شيء غلط إنه واحد يقاتل يعني مش على مود ينشر دين يعني. قال المشركون المسلمين قتلتم في الشهر الحرام، أنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. طبعا لازم يجيب آية حتى يبرر اللي سواه يعني. وقال السدي عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية، وذلك أن رسول الله بعث سرية وكانوا 7 نفر منه عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص و لعمر بن الخطاب، وكتب لابن جحش، ابن جحش فعلا، كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن نخلة، فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر محمد فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة أظلا راحلة لهما فتخلفا يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة. طبعا هاي سعد بن أبي وقاص وعتبة ظلوا الطريق، الصور وقعوا في يد راح نشوف يوقعون في يد يعني جماعة قريش اللي يعبدون جماعة أبا الحكم اللي يعبدون الأصنام. أظلا راحلة لهم فتخلفا يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة فإذا هو بالحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وانفلت وقتل عمرو قتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنيمة أصحاب رسول الله. فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال، أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين عليه، وقالوا إن محمدا يزعم إنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادة يعني على أيام يتعاركون، وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادة، يعني على فات بيناتهم قد دقيقين أنتم من الحسابات يعني. وأغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب، وأنزل الله يعير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام، الله قال لهم يلا براحتكم لا حرام ولا غير حرام، يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لا يحل ولا لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل، صار يعيرهم يعني أنتم سويتوه بينا أكبر من القتل، إذن ماكو شهر حرام بعد، ما في لا شهر حرام ولا شهر بطيخ، يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله، حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد وأصحابه وإخراج أهل المسجد الحرام منه، حين أخرجوا محمدا وأصحابه أكبر من القتل عند الله. وقال العوفي عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وذلك أن المشركين صدوا رسول الله وردوه عن المسجد في شهر حرام. قال ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله القتال في شهر حرام. يعني شوفوا انه ما خلى شيء يعني اللي الناس كانوا ماشيين عليه الا وغيره، يعني هو كان بالبدايه ما يقاتل شهر الحرام، بس لما شاف جماعته عجبهم يقتلون فرجع جاب الآية. طبعا الآية دائما جازة لمحمد، ايش يسوي يغلط شغلة معينة أبو الحكم دينا واحد آية على قولة أخونا أحمد دنانة. على كل بس بدي أرحب الأصدقاء الموجودين على الشات
الأخ لا حدود ولا قيود، يعني إلى متى سنبقى مكبلين بقيود الأديان؟ لن نبقى كثيرا صديقي، صدقني. الأخ فهد أهلا وسهلا فيك. الأخ كريم، الأخ كريم عم بيقول إنه أفضل بث مباشر بهالوقت هذا. أنا يعني أحاول إنه ألاقي مثل هالوقت هذا بصراحة، بس أظن المتابعين قليلين بمثل هالوقت هذا. راح أحاول أعمل بثين بس في هالوقت، وبس بالساعة 2 يعني بعد 3 ساعات. على كل إن في عنا حلقة بعد 3 ساعات كمان، يعني تكملة لموضوع امبارحة. الأخ أحمد مباشر عم بيقول مرحبا جان، أين أحمد حرقان؟ أحمد حرقان يا عزيزي أظن عنده شوي النت تعبان، فلذلك ما عم بتواصل مع على الفيديوهات على اليوتيوب وعلى المجالات. يعني أنا أتمنى له بس سريع، ومثل ما بقولوا نت عالمي حتى يقدر يتواصل معنا. أهلا وسهلا فيك يا زنديق عمران، عم بيقول أهلا بالزنادقة. الزنديق الأول عمران، عمران أنت واحد ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني وعدتنا بالعسل وغضيت النظر. يعني على كل أشكركم وأهلا وسهلا فيكم أصدقائي. في موضوع انطرح بصراحة، الصديق سأل سؤال قلت له راح أجاوب عليك في الحلقتين، راح أطرح السؤال عليك أول شيء أبو الحكم، وراح أطرح السؤال هذا كمان على الأصدقاء أظن. بس خليني أطالع السؤال. هو السؤال يعني بما معناه إنه إذا الإسلام واقف ضد اليهود والمسيحيين، ليش في يهود ومسيحيين لحد الآن بالشرق الأوسط؟ شو رأيك بالسؤال أبو الحكم؟ يعني يقول له منيح اللي فيه مسلمين، يعني بس الصوت عندك مشكلة بالصوت أبو الحكم، هيك علي صوتك خليه جهوري. أقول هل أحلى؟ أحلى، أنت أحلى والله. أقول له بس إنه في منيح اللي فيه مسلمين، يعني هيك لازم تقول، يعني لأنه المسلمين لا حول لهم ولا قوة، والدليل على هذا الشيء اليهود بنص كل مناطق العربية، محمد اللي كان بالسيف والعلم ما متطور كان والسلاح كان كله بس سيف، قدر ياخذ له كم منطقة، لكن الآن دولة يهودية بنص المنطقة العربية ما تقدروا تتنفسوا معها، يعني حتى نفس حتى داعشكم يعني ما يقدر يتنفس مع إسرائيل، يعني وعدا الدول اللي تسموها كافرة ما تقدروا أصلا تقربوا منها، أنتوا خافوا على حالكم. أبو الحكم وصلت للتعليق، خليني أقرأ التعليق ويعني احكموا اصدقائي انتوا جاوبوه على الشات كمان، الاصدقاء الموجودين على الشات. عم بيقول هو اسمه مايك بسام، يا اخوان رجاء نطالبكم بعدم التدليس، عندكم معلومات مغلوطه، نحن عندنا معلومات مغلوطه. كيف تفسرون ظاهره شوفوا هي ظاهره ان اليهود والمسيحيين عاشوا آلاف السنين، آلاف السنين، ليش المسلمين عاشوا آلاف السنين؟ هن 1400 سنة، منين سويت آلاف؟ عاشوا آلاف السنين مع المسلمين ولم يغيروا دينهم، ولا يزال هناك يهود أو مسيحيين يعيشون بين المسلمين. نحن نحترمكم ولكن نطالبكم بعدم التدليس. كيف تفسرون أن هناك يهود ومسيحيين لا زالوا على دينهم في الدول الإسلامية؟ وطالبكم بجواب مقنع. أخي مايك، سيد مايك، أتمنى تكون موجود أنت هلا وتسمع الجواب. على كل إن رح الأخ حكمت رح يعطيك جواب، وأنا كمان رح أجاوب على السؤال هذا. تفضل أخي حكمت. طبعا هذا الأخ اللي حكى هذا الكلام، إذا ما يقصد هذا الوقت يقصد الوقت القديم، طبعا
إسلام ما قصر، يعني أتصور الآية 29 من سورة التوبة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني واضحة جدا، يعني تقول لي بسلام، يعني أنت الظاهر ما سمعت العهدة العمرية، بس اكتب لنا شنو هي العهدة العمرية وشوف الشروط الظالمة اللي خلوها على المسيحيين، أما يشهدون الشهادتين وأما يدفعون الجزية 25% من أصل راتبهم أو أكثر، حتى قيادة أنه ليس لها حدود، يعني إذا واحد غني ممكن يأخذ نص محصوله يعني. وعدا هذا إذا ما قبلوا يدفعون الجزية يقاتلوهم. هل هذا هو دين من الله؟ هل هذا اللي أنت تقول السلام اللي عايشين به؟ أنت انسى اليهود والجسمة المسيحيين، عندك اللي تعتبرهم مشركين، هذول هم مو جاي تقاتلهم بالقوة؟ يعني من يقول انت الاديان الاخرى غلط؟ مين يقول انت المسيحيين واليهود هو الصح من الله، واللي يعبد الشمس مو صح، اللي يعبد احنا ان كله مو صح، لانه عبادة اي شيء غلط نعتبره، ولكن باعتقادهم هم انهم هم صح، انت ليش تعتبر نفسك انت الصح؟ يعني اذا اجى المسيح قال ياتي من بعدي انبياء كذبه، يعني محمد احد الانبياء الكذبه، مثل ما تقولوا على مسيلمه اللي هو مسلم تقولوا عليه كذاب، محمد امين كذاب. فالاسلام انتشر بقوه السيف ان اردت او ما اردت، والدليل على هذا الشيء انتشاره في كل اوروبا، في كل اسيا، وجزء كبير جدا من افريقيا واوروبا وحدود الصين، يعني هذا ما راح ولا بال ورود. الآية واضحة تقول يعني لو يؤمنون لو تقاتلهم، لو يدفعون الجزية لو تقاتلهم. الجزية صار يفرضها حتى على حتى المسيحيين اللي أسلموا، عمرو بن العاص ما قبل الإسلام منهم إلا يدفعون الجزية، يعني بالإضافة إلى الإسلام كان يدفعهم الجزية يعني، واللي ما يقدر يدفع الجزية ياخذوا منه أولاده، وإذا أولاده ما كفوا ياخذوهم هم شو اسمه جواري وعبيد يعني. فلا تقول لي الاسلام الشيء الجميل اللي تحكيه يعني. على كل، أنا اشكرك اخوي ابو الحكم على يعني الاخ مايك، يعني لما اجى الاسلام ودخل بلاد الشام، مصر، شمال افريقيا، باكستان حاليا، افغانستان، هل كانوا مثلا يعني كانوا مسلمين سابقين لحتى بقي فيهم مسيحيين؟ قال لك شغلة، بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا كانت كلهم الأغلبية الساحقة كانوا مسيحيين. هلا الأغلبية الساحقة صاروا مسلمين، بشو بتفسر هالانقلاب هذا؟ هل اجوا المسيحيين حبوا مثلا المسلمين وصاروا مسلمين، صاروا أسلموا؟ يعني الشروط المجحفة اللي حطوها عليهم لحتى جعلوهم المسلمين غصب عنهم بالسيف، اجوا نقول المسيحيين فرضوا عليهم جزية مجحفة بحقهم، ما قدر يحافظ على دينه غير الغني اللي معه فلوس يدفع الجزية، ولا الفقراء المسيحيين كلهم اسلموا مشان تنتهي الحكايه. وانا متاكد انت واحد منهم، يعني انت واحد من خلف المسيحيين اللي اسلموا لانهم فقراء ما عندهم فلوس يدفعوا الجزيه. اذا بتلاحظ ايران، باكستان، تركيا، كل هالبلاد هاي نسبة المسيحية فيها قليل جدا جدا إلى أبعد الحدود. يعني يا مهاجرين يا ما في، يعني إنه ما هي متجذرة المسيحية هنيك. ليش؟ لأنه كانت ديانات وثنية. لما دخلوا المسلمين كانت ديانات وثنية، والديانات الوثنية ما هي مقبول حتى تدفع الجزية. لذلك الإسلام قاتلهم حتى دخلهم كلهم بالسيف غصب عنهم بالإسلام. المسلمين تموا يقاتلوهم حتى دخلوهم، والمجازر يعني المجازر اللي صارت على حدود الهند وباكستان وهالمناطق هي لا تعد ولا تحصى يعني.
أكبر مجازر بالتاريخ الإسلامي كانت هنيك موجودة بهذيك المناطق، وسووهم كلهم غصب عنهم المسلمين. اللي بشوفهم هلا أفغانستان وباكستان يعني وسط آسيا، هالمناطق هي الشرق الأدنى مثلا، ما بعرف إذا الشرق الأدنى ولا أي شيء بسموه يعني. فالمهم إنه الإسلام يعني وجود مسيحيين يبرر إنه والله الإسلام كتير حلو، لا ما كان كتير حلو. الأغنياء هم الأغنياء الشرق الأوسط اللي كانوا موجودين هن اللي قدروا يدفعوا الجزية وحافظوا على دينهم المسيحي. اتفضل يا بالحكم. طبعا بالاضافه للشيء اللي قال اخويا جان، انه اصلا الاسلام وين كان موجود؟ هو خليه يقول لنا وين كان موجود غير بالمكه والمدينه اللي هي الطائف. والطائف انا اعتبرها محتله اصلا، لانه جاب الصعاليك وسواهم مسلمين غصبا عنهم، الاوس والخزرج والجماعه دول نعتبرهم، يابا نعتبرهم مسلمين ما يخالف. عندك المدينة والمكة، العراق، سوريا، تركيا، إيران، عندك الأردن وتركيا، يمكن هم كانوا يعبدون أصلا نفس الشيء، ولكن باكستان، أفغانستان، مثل ما قالك دولة كلهم. مصر كانت 100% دولة قبطية مسيحية. إذا مو الإسلام داخلها بالقوة كيف كان يغيرها؟ بس حبيت أضيف معلومة أخويا جان، المشركين همين صاروا يأخذون منهم الجزية مثل ما قريتها بأحد الحلقات، لأنه صاروا شافوا يعني المشركين يعتبرون مشركين يعبدون أصنام، يعبدون الشجر والنار والجزمة، بيها فلوس هواية، فأخذوا منهم جزية كمان، أخذوا منهم جزية يعني. واللي ما يدفع الجزية يقاتلوه، يعني انت هذا دينك يعني بالسيف انتشر. الآية واضحة يعني، ما تقدر تتلاعب بالآية، تجيب كل التفاصيل. قاتلوا، أمر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني اللي ما يؤمن بالله، وحديث كثيرة يقول لك يعني اللي أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني أموالهم ودماءهم، يعني إلا بحق الله، يعني إذا ما تآمن يقاتلك، يعني هاي واضحة، يعني الآيات واضحة، كل شيء واضح. فلا تقول لي أنت عايش بسلام، وحتى المسيحيين اللي عاش معاهم العودة العمرية يعني كان ممنوع يبنون كنائس، دليلين منزلين راسهم يدفعون الجزية ويضربون ضربة على راسهم، مهانين، حقيرين، هاي كلها قريتها يعني. فأرجوك روح اكتب شيء عن العودة العمرية، راح تشوف كل شيء. بكل تأكيد. خلونا نرحب بأختنا شي موجودة معنا. على كل هي عم تقول انه حتى الشمال الأفريقي يعني الأمازيغ كانوا أمازيغيين كلهم، سوون سوون يعني بالغصب. ونعرف حروب الردة اللي ارتدوا فيها 12-13 مرة الأمازيغ عن الإسلام. شو واحد يحكي على كل. في الأخ جان أظن عم بيقول أهلا يا جان، سمعت واحد سوري إخواني اسمه زهير سالم على قناة المستقلة يقول الأكراد هم من دافعوا عن داعش، لأن الجيش الحر أراد أن يطرد داعش إلى هذا الحكي. هل هذا الحكي صحيح؟ شكرا أخوي. أنا بصراحة ما بعرف، أنا لا أتابع يعني مسألة سوريا وحروب اللي عم بصير بين العصابات هي، لا أتابع يعني الجيش الحر. وشو فرق بين الجيش الحر يعني أي جيش حر عم تحكي، أي جيش حر عم تحكي، أي سوار، أي بطيخ، أي ما كلهم دواعش. يعني شو الفرق بين جبهة النصرة اللي سمت حالها فتح الشام ولا غلق الشام ولا بطيخ الشام ولا هالفصائل الثانية شو اسمها هي؟ كان بصراحة أنا ما
يعني الخازوق والطاروق والفاروق وكل الاكل هوا هذا، يعني مين هن؟ ما هن دواعش اخوان المسلمين، يعني اذا تروح الاخوان المسلمين هن هي الام تبع داعش، هي اللي طلع منها القاعده وطلع منها داعش وطلع منها كل هالزباله هي اللي بنعرفهم. يعني الاكراد هم الفصيل الوحيد اللي المراه تقاتل جنب الرجل ضد داعش. هدول مسمين حالهم جيش الكر، هدول بدهم يقاتلوا داعش؟ ما هن دواعش، يعني بيقاتلوا وشو؟ يعني اذا اجوا قاتلوا مثلا شالوا البغدادي وشالوا هالرايه السوداء، شو بده يحطوا نفس الرايه لا اله الا الله بس بده يحطوها بالابيض؟ الطز فيكم في رايتكم. يعني شويه همج. يعني المعارضة السورية ولا النظام السوري ما كله واحد، يعني ومثل ما بقولوا النظام السوري لعبة صح 100%. ليش؟ لأنه بيعرف هالشعب هذا شو من شو من شو معجون، من الجهل والطائفية وهالفكر الزبالة اللي عم نحكي فيه نحن. عرف يلعبها من أول نهار. صحيح ببداية الثورة كان شباب منفتحين، شباب بده الحرية بكل معنى الكلمة، ولكن من أول نهار النظام قال رح أقلبها طائفية وقلبها طائفية. يعني شوفي اللي كان من جماعة القاعدة هن داعش اللي بالعراق سيحطهم بسجونهم طالعهم وشكلوا هالفصائل هاي، سموا حالهم جيش الكر جيش الحر. ما يعني اخويا جان بيحاربوا داعش، اذا بده يحاربوا داعش وجها فقط، يعني ان حروبهم بين بعضهم لا تخلص، يعني ما بتخلص. يعني هلا خلي هلا يسقط النظام، الفصائل هاي الاسلاميه اللي كله ما في اصلا، ما في فصيل غير الاكراد يعني غير اسلامي يؤمن بالعلمانيه، كل هالفصائل هاي راح تتحارب بين بعضها حتى يفوز الخليفة المنتصر ويسود حكمه. هاي هي القصة. يعني الخليفة بشار الله مستلم، إذا الفصائل هذول تحاربوا كمان راح يتموا يتحاربوا، إذا سقط بشار راح يتموا يتحاربوا بعضهم حتى يطلع منهم خليفة آخر. يعني الله، النظام في سوريا نظام رئاسي يعني مفكرين ولا نظام خلافة؟ هاي المقبور حافظ أسد راح جاء ابنه، بشار راح يروح يجي ابنه، وعلى هذا مثله خلافة علوية، خلافة علوية مدد امتداد لخلافة علي بن أبي طالب والحسين ابنه وهالزبالة هي اللي بنعرفهم. يا حيف، يعني يا حيف. هاي مشكلة شعب كامل، مشكلة ثقافة. إذا شعبنا ما تغيرت ثقافته، ما تغير التفكير هذا، نحن هذا حالنا. هذول بده بيقاتلوا داعش، بس شو النتيجة؟ يعني إذا قاتلوا داعش، جيش الكر هذا، جيش إخوان المسلمين، يعني إذا قاتلوا داعش وبعدين انتصروا على داعش، شو بده يقدموا؟ بده يقدموا شكل من شكل الآخر لداعش، يعني وجهين لعملة واحدة. اسف ابو الحكم، تفضل حبيبي. بس ردت اقول لك انه انا صراحه ما افضل نحكي عن السياسه لان راح نتشتت، واحتمال يعني في اشخاص يحاولون يبعدون عن الهدف الرئيسي اللي عندنا. يعني اذا حابين نسوي لهم حلقه بين السياسه والدين. لا هو مو السياسه هذا، انا لا ادخل السياسه به، هو بس انه مساله داعش هم الارهابيين ذات نفسهم. انا ما حاولت اجاوب على السؤال، ليس له علاقه بالسياسه. تفضل الحكم، خلينا نكمل الى طرق اخرى. يعني طبعا الاخت شي قالت ملاحظه، يعني راح اذكر لغات اخرى واجناس اخرى اللي كانوا مظلومين. يعني عندك الأكراد، الإيرانيين، الفرس، يعني الأتراك، عندك الأمازيغ، عندك كل اللغات الأخرى، يعني الفئات المهمشة في الدول
صاروا الآن مهمشين، هم كانوا أصل البلد، أصل البلد. وهذا إذا مو احتلال أنت شو تسميه؟ إذا هسه دولة غارت على دولة أخرى تسموها احتلال، ولكنه أنتم هذا الشيء ما تسمونه احتلال. لما العراق دولة إسلامية هجمت على دولة إسلامية الكويت سميتوه احتلال، ولكن محمد اللي سووه من دولة مسلمة على غير مسلمة ما تسموه احتلال. يعني شنو التناقض اللي أنتم فيه؟ فإذا تسمح لي إذا ماكو شيء نكمل، يعني كمل. تفضل ابو الحكم، كمل تفضل. طبعا وصلنا الى قال انه رسول الله الشهر الحرام حلل فيها القتال في شهر الحرام، فقال الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله من القتال فيه، وان محمدا بعث سريه فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في اخر ليله من جمادى وأول ليلة من رجب، وأن أصحاب محمد كانوا يظنون أن تلك ليلة من جمادى وكانت أول رجب ولم يشعروا، فقتلوا رجل منهم وأخذوا ما كان معه، وأن المشركين أرسلوا. طبعا تتفكرون بس بالمادة، يعني إيش عندكم غير هذا الشيء؟ يعني أرسلوا يعيرون ذلك. فقال الله يسألك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإخراج أهله منه، إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد والشرك أشد منه. وهكذا روى أبو سعيد البقال عن ابن عباس إنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي. أسا هذا الكلام معاد مارد عيدة. ثم نظر فيه فيمضي، كان أمره ولا يستكره من أصحابه أحدا، وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بني عبد الشمس و من حلفائه عبد الله بن جحش وهو أمير القوم. المهم نوصل للخلاصة أريد، لأنه شوية الوقت اللي أنا محددة حكينا به أشياء المهمة أخذ به. يقول يعني راحوا إلى نجران، أظل سعد بن أبي وقاص وعقبة بن غزوان بعيرا لهما كان يتعقبانه، فتخلف عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة فمرت بعير قريش تحمل زيتا وآدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة. يعني المهم وقعوا بالأسر اثنين من صحابة محمد جوي حتى يفادوهم، يعني فتردد القوم وهابوا الإقدام عليه، ثم شجعوا أنفسهم عليه وأجمعوا قتل من قدره عليه منهم وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله المدينة. قال ابن إسحاق وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش بن عبد الله قال لأصحابي إن لرسول الله مما غنمنا الخمس. حلوة الخمس لله ورسوله، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم. الله فرض طبعا. الله فرض الخمس، يعني الله شي يطلع له، ما تقول الله شي يطلع له إذا فرض خمس أو ما فرض خمس، ما أدري علم الترحم. وأقول لرسولي الخمس وخلاص، ليش يجيبون اسم الله يعني؟ فعز لرسول الله خمس العير وقسم سائرها بين أصحابي، حتى يعني صدام حسين ما سواها، يعني كان يأخذ 2% من فلوس النفط يأخذ الحساب الخاص، بس محمد يأخذ الخمس، يعني 20% يعني يأخذ. قال ابن إسحاق فلما قدموا على رسول الله قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، فلما قال
فلما قال ذلك رسول الله أسقط في أيدي القوم وظنوا إنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم المسلمين فيما صنعوا، وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشر الحرام وسفكوا فيه الدم، يعني لأنه أصحاب محمد سووا قتلوا الناس في الشر الحرام، فلازم يجي له في التصريفة ويطلعهم بريئين. جاءت الآية، يعني الآية تجي على أبسط شيء، محمد يروح الشيخ الله يجيب له آية، وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على رسول الله عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله بن عمر. خلينا نجعل المهم هاي كلها إعادة، أي كانوا يفتنون المسلم في دين حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل، ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. قال ابن إسحاق فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين، فرج طبعا فرج، لأنه راح يصير لكم بعد لاكم شهر حرام راحتكم كل السنة غيره وسووا براحتكم ما كانوا فيه من الشدة، قبض محمد العير والأسيران وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعقبة بن غزوان اللي مسكوهم، فأنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. هذا تقول أنت من إله تصرف بالسياسة، يعني أنت ليش ما انتظرت آية من ربك حتى يقول لك شو تسوي. فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله منهم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وقام عند رسول الله حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا، قاله ابن إسحاق. وعن هاي الآية خلصت، هذا ليش ما صار مسلم مثل صاحبه، يعني أنا ما أدري ليش ما صار. إذا عندك سؤال أو استفسار صراحة الإرهابيين أظن يعني أبو الحكم الآيات الإرهابية أثرت حتى في الملحدين، دانيال بده يقتلني. ليش؟ قال دانيال قال ما راح يسكت حتى يقتلني، ولا جانو عم بيقول له يو نيد هيلب، يعني بدك مساعدة. ليش راح نطلع شو اسمه؟ نطلع غزوة؟ مساعدة يعني راح نطلع غزوة يساعدنا يعني؟ لا بده يساعد دانيال في قتلي، يعني انا شو عاملكم يا كفرة يا زناديق، انا اروج لي انا معك، بس ما يعملوا هذول اطيب الناس ما يعملوا. طيب دانيال في عنده سؤال عم بيقول هل يجوز النظر للنملة السافرة الغير محجبة؟ لا طبعا، إذا لابسة يعني ربطة على رأسها معلش، إذا ما لابسة لا حرام تبص عليها، حرام يعني. يا دانيال على كل بعدين يظهر زوجها ويقتلك يعني. لا قال لك شغله دانيال معلش، يعني النملة انظر كما تشاء ولكن إياك أن تقرب القردة، واحدة قردة يعني إذا كانت محجبة ولا غير محجبة ما تنظر لها، وأما وإلا ففقأنا عيناك. يعني على كل أصدقائي طبعا دانيال جانو كل الأصدقاء مدعوين لحلقة بس مباشر كمان بعد على الساعة 8 بتوقيت لندن، يعني شي ساعتين وثلث من هلا، أهلا وسهلا فيكم. رح نتابع موضوع مبارحة، يعني أنا حابب أعملها ثلاثية مبارحة واليوم وبكرة، رح نتابع موضوع الخروج من دين الله أفواجا، بدنا آراءكم، بدنا طبعا أبو الحكم أنت كمان مدعو،
وكل الأصدقاء مدعوين للمناقشة بهالموضوع هذا. ويوم السبت راح أبدأ في موضوع طقوس الصلاة، يمكن أخذ حلقتين، ويوم الاثنين راح نبدأ بابن تيمية. فخلوكم معنا ونحن لها، وأرحب طبعا بكل الأصدقاء المجاهرين اللي حابين يجهروا معنا في هالبرنامج هذا. أهلا وسهلا، فكونوا معنا أصدقائي. أخي أبو الحكم تفضل، إذا في عندك آيات أخرى. ما عندك اتصال؟ إذا بدك نفتح، أنا لسه ما فتحت باب الاتصال يعني. افتح السكايب. طيب أنا راح أفتح سكايب أصدقائي، واللي حابب يتصل كمان أنا فتحت سكايب، اللي حابب يتصل أهلا وسهلا. بموضوع الإرهاب الإسلامي، خلونا بالموضوع الإرهاب الإسلامي اليوم، وموضوع الخروج من دين الله يا فاجر نحكي فيه بعد ساعتين وربع تقريبا. تفضل إذا في نكمل آية ثانية. عندنا سورة النساء الآية 74، هي مو طويلة يعني. الآية تقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال الله: فليقاتل، أي المؤمن النافر في سبيل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال الله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله أن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. طبعا هذه أنا بس اختاريتها ليش؟ لأنه نشوف الخداع، خداع محمد لأصحابه، يعني يدعوك إلى القتل، يقول لك إذا قتلت لك أجر ولك حريات، وإذا ما قتلت همينا لك أجر، يعني يحاول بأي طريقة يرغبك بالقتال. يقول لك أنت حي، لما تموت تستشهد أنت حي وما يغسلك. وطبعا عدم غسل الشهيد مو سبب أنه الملائكة يغسلوا ويدفنوا، لا، إذا تجون الحقيقة إنه هو يعني هواي يموتون، فوين يلحق يغسل؟ وين أكو مي؟ يموتوا بالآلاف. فشو حل هالمسألة؟ قال لك شغل مخه، قال لك هذول ما نغسلهم باعتبار الملائكة يغسلهم. ليش؟ لأنه بأرض المعركة ولازم يدفنهم بنفس المكان، وين يقدر يجيب مي؟ وما أكو هناك بواري وحنفية وجلد حنفية، ما في هالأشياء يعني. فعلى مود هذا سووا هاي الخطة، إنه قال لك الملائكة تغسلهم، ويرغب المسلم بالقتال، يقول لك خلص أنت رايح للجنة إذا متت، والحريات منتظرتك ويستقبلوك بالزغاريد، وأما إذا عشت نفس الشيء عندك أجر. يعني يحاول بأي طريقة يرغب المسلمين بالقتال حتى يحقق الهدف اللي براسه. في عندي آية أخرى أيضا مو طويلة، إذا جاك اتصال قول لي بأي لحظة. أوكي. عندي سورة النساء الآية 84: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن، حرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. طبعا حبيت بس أنبهكم، آخر حلقة عندنا من آيات إرهابية، أما تكون الحلقة الجاية أو اللي بعدها أكيد آية شيقة جدا، وهي مثل ما يقول يعني مسك الختام، يعني هي مو مسك طبعا، بس نقول يعني فيها معلومات غنية جدا، ويشوفك الإرهاب الحقيقي للإسلام، شلون محمد لما يقطع الأيادي والأرجل ويسمر الأعين. هاي خليناها بالأخير حتى نختم بها الآية. هنا التحفيز المسلمين القتال يقول:
يأمر الله عبده ورسوله محمد بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى الماءة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة، قال قد قال الله لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين في آية تقول على القتال، وهنا بس قال وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن ابن أبي إسحاق قال قلت البراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال إن الله بعث رسوله وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردوية عن البراء قال لما نزلت على النبي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين الآية، قال لأصحابه قد أمرني ربي بالقتال، أمر رب بالقتال، يعني أمر رباني جاي إنه هو يبدأ القتال وليس إنه يدافع عن نفسه، يعني كلام واضح من تفسير ابن كثير، قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا. وقول الله حرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه، كما قال لهم محمد يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال محمد من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة من بكرة، يوصل الجنة دود راح يستقبله، أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا تبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين، صار يقسم كيف درجات، يعني عدى الله المجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أسم وسمعني يا محمد. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة الفردوس، وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، يعني شوف بعد يعني وين وصلهم، يعني عرش الرحمن منتظركم، صح حتى غسل ما يغسلكم، عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروى من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء نحو ذلك، وعن أبي سعيد الخدري أن محمد قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أو بمحمد رسولا ونبيا وجبت له الجنة، قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال محمد وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين سلم كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. وقول الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على منادزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقول الله والله أشد بأسا وشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هاي سورة النساء 74 خلصت. فإذا عندك اتصال أشكرك أخوي أبو الحكم، أشكرك كثير، يعني الإرهاب الإسلامي لا ينتهي، بس أنا في الأخ دقيقة واحدة زدهر الاسم مكتوب بالإنجليزي هيك عم بيقول ديني هو دين الله الإسلام، أن تسلم نفسك إلى العزيز القوي الذي وعد حق.
طيب يا سيد أو سيدة، ما بعرف بالضبط، على كل يعني بالفعل يعني دينك، دين الإسلام، تسلم نفسك، تستسلم لربك يعني. ومثل ما أنا شايفين سيد زدهر، ما بعرف النطق الاسم كيف يعني، ربك يأمر نبيه يحرض على القتال للي ما يؤمن فيه. يعني تعطيني عقلك يا أخي العزيز، إله ما عنده أي دليل على وجوده غير شخص موجود بالصحراء طلع قال أنا نبي، تجي الحالة الصراعية تبع الفصل الصدعي، الفصل ما بعرف يسمونه هذا، يعني بتجي حالة صرع، بيقوم بيقول والله الله حرضني على قتال هالناس هاي حتى تصدقوا كلامي. هذا الدليل الوحيد اللي عند المسلمين على صدق محمد، ما في غير كلام محمد هو الدليل الوحيد. يعني بس بلا 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 قال يقول أقوالا، ما في أي دليل مادي، وحرض المؤمنين على القتال. يعني يا بدأ قاتلك يا تؤمن بما أجاني بحالة الصرع هاي. هذا هو دينك. على كل أنا ما بلومك، لأنه أنت شربان الإسلام مع حليب أمك، يعني مثل ما بقولوا أنت الإسلام بالنسبة لك علموك إياه مثل ما علموك اسمك. يعني هلأ إذا كان اسمك عمر ولا خليل ولا شو من كان، إذا جيت قلت لك أنت اسمك غير هيك راح تتعجب تقول لأ أكيد لأ يعني. فلما لما بتسمع أنت هالأشياء هاي اللي عم نحكيها بتقول لأ الإسلام دين رائع ودين حق. ليش؟ لأنه علموك إياه هيك. على كل شفنا نحن المظاهرات للأسف الشديد المخجل المخزي اللي بموريتانيا طالعين أمام المحكمة العليا يطلبون بإعدام شخص فقط كتب على الفيسبوك بتاعه إنه محمد شق أم قرفة. يعني وين الحجة اللي عندكم؟ يعني شفنا بالفيديوهات آلاف الأشخاص المغيبين لك عم بيبكوا مشان يعدموا للشخص. يعني تصوروا الإرهاب، لك لو مو هالإرهاب هذا دينكم وين كان صفى أصلا؟ يعني وين كان صفى دينكم؟ يعني لو إذا شخص كتب كتابة على فيسبوك عم بطلبوا بإعدامه، ما عدا اللي شفناه نشر صورة على الفيسبوك قتلوه أمام المحكمة. يعني أنتوا شو أنتوا إذا ما كنتوا إرهابيين؟ أخي بالحكم لك التعليق، تفضل. يعني هو هذا الشخص اللي حكى عن أم قرفة، يعني هو جاب حاجة كذب؟ يعني هو شيئين، أما أنه أنتوا مستحيين من هذا الشيء، مستحيين من هذا الشيء أنه يقول الشخص وتشوفوه غلط، وإلا إذا قايل شيء غلط كنتوا تمسكون تقولوا له انت غلطان وجاي تدلس، بينما هو جايب حديث ام قرفة مشهور، يعني بخاري ومسلم شتريد موجود. هذا ام قرفة قصتها مشهوره جدا، يعني هي فوق 80 عمرها. واذا كان غلطان روحوا حاسبوه، واذا مو غلطان روح حاسبوا الكتب. ليش حاسبوا له؟ يعني هو المسكين قال شيء غلط يعني. فانتوا لا تدوروا حجة بالشخص، هذا معناته أنتوا تريدون تكتمون نفس أي شخص يحكي شيء حصل بالإسلام. يعني شنو فرقتوا عن داعش؟ يعني هو هذا الدين مالكم، إنه ما تخلوا واحد يتنفس يتكلم. هلا أنا في أوروبا ممكن واحد يجي يضربني أو يأذيني، يعني أنتوا أياديكم طايلة. ليش؟ إنه الإسلام يدعوك تقتل المخالف، تأذي المخالف، فقط الإسلام، بقية الأديان ما تسوي شيء. حتى اليهودية اللي عندهم القتال وما قتال أعدلوا عن هذا الشيء وبقوا بالمكان اللي هم عايشين به وخلص، لا يتوسعون مثل الإسلام ولا أي شيء. المسيحية ما تدعو للقدسيخ، اللي يعبدون البقرة، اللي يعبدون النار، اللي يعبدون الشمس، اللي يعبدون بوذا،
كلهم مسالمين إلا أنتم، إلا أنتم أي واحد مخالف تحاولون تأذوه. على كل يعني مثل ما قلت انت انه الشخص اذا هلا انت مثلا انت حكمت انت عم تقرا من الكتب من امهات الكتب الاسلاميه، يعني اذا كثير هالكلام هذا عم يجرحكم روحوا حاسبوا الكتب، روحوا امحوا الكتب احرقوها، قولوا هذا مو من تاريخنا، هذا نبينا غلط، تعوا ناظرونا وقولوا يا جماعة وأثبتوا لنا إنه ديننا هو الصح. يعني الأخ اللي عم بيقول ديني ديني الحق ودين الإسلام وما بعرف شو، تعا ناظرنا يا أخي وقول هالكلام هذا كله غلط وغلط وغلط، والصح عندي هاي الدليل والبرهان إنه محمد كان يوزع ورود الجوري مثل ما بقولوا، ويفرش يعني يعلم الناس الزراعة، وخصوصا الورد الجوري الأحمر. يعني جيب لنا الدليل والبرهان إنه دينك دين سلام، دين محبة، حتى نحترم الدين هذا، حتى نقدر ما نحكي عنه، ما نطلع نحكي عنه ونحن خايفين، وكل نهار بتجينا عشرات التهديدات اللي يقطع راسه وحيطه فوق ظهره وانت مصيرك هيك وما بعرف شو، كل هالحكي الفاضي هذا اللي ما يعني ما بتقدروا تدافعوا عن دينكم غير عن طريق الإرهاب. وهالآيات هاي أظن من القرآن، يعني آيات الإرهاب، وحرض المؤمنين على القتال، ما أجت من التوراة، ما أجت من الإنجيل، ما أجت من كتاب مثلا ألف ليلة وليلة، ما أجت من كتاب داروين أصل الأنواع، ولا ما أجت من أي كتاب. هاي الكلمات هاي موجودة في القرآن، روح اقرأ القرآن وشوف تفاسير القرآن. هاي ابن كثير والأخ حكمة كتر خيره، يعني عم جيب لك من أفضل مفسرين القرآن وأجل مفسرين القرآن. يعني روح شوف ابن كثير، قيمة ابن كثير عند علماء المسلمين بالإسلام، بدل ما تجوا تشتموا، ما في غير الشتائم، يعني ما بشوف غير الشتائم المسلمين، يعني وتنزعجوا وغضب وتصفوا فلان بالحمار وفلان ما بعرف شو ما بفهم وفلان ما بفهم وفلان بفهم وما بعرف شو. يعني تصور معي أبو الحكم حلقة نبينا سامي الديب الأخطاء الإملائية بالقرآن، يعني الخطأ قدام عينك عم بيحط لك إياه، عم بيأشر لك عليه، ومع ذلك بيجيب لك انت ما بتعرف عربي. لك طيب يعني اشرح لي هالعقلية والحكم، كيف نجاوب على العقلية هاي؟ صراحة يعني القرآن مليان كلمات غير عربية، يعني سجيل رقيم، جهنم، طاغوت، يعني مليانة، ما أعرف كم مئة كلمة موجودة بالكلمات غير عربية، يعني حتى عزرائيل وجبرائيل وميكائيل، هاي كلها كلمات أسماء ملائكة بالأديان الأخرى. ليش أنت ما عندك اسم ملك بالعربي؟ يعني الأسماء الغير عربية موجودة كثير، ما عدا الأخطاء الإملائية والطبية والعلمية. يعني يقول وإذا النجوم انكدرت، يعني يقول لك إذا النجمة وقعت على الأرض، شنو مفكرها هل أدها يعني النجوم توقع على الأرض كأنه عم يضرب عصافير توقع على الأرض، يعني مخكم شغلوه، هو الأرض إيش بالنسبة للنجوم إذا وقعت على الأرض؟ قال لك إذا النجوم انكدرت، فسرها قال لك النجوم تتساقط على الارض، يعني شو هذا؟ طيب ما يلم له كم نجمه. لا ود جد، يعني هلا النجمه اللي بتطب على الارض يروح يلم له كم نجمه ازاي؟ يعني بتعرف انت من 1400 سنه كانت الصحراء ما في لا كهرباء ولا شيء، يحطهم يزين فيهم السقف مثلا، يطوي له يسوي له الليالي الحمراء، ليالي صفراء مثلا. قال لك وجعلناها زينة وزينا السماء الدنيا بمصابيح،
مصابيح يسميها. اسمع، النجوم هاي والشموس يسميها مصابيح، يعني هو ما يعرف شو الفرق بين النجم والشمس والكوكب استاذ، لا لو والأقمار. لو صدقني، لو عواد الكبريت هذاك الوقت كان موجودة كان سماها عواد كبريت. يا لا زلمة يا زلمة، نسميها سراجا منيرا. بالضبط. يعني هن محمد كان يطلع على السماء، يعني مثل ما بيقولوا كأي شخص ينظر للسماء يفسرها مثل أي شخص لا يعرف شيء، يعني كان يفسرها على هواه يعني. نظر العين، ايه طبعا هو نظر العين يعني. بالضبط، يعني مراقب شخص عادي بيطلع بيفسر بالطريقة نفسها، يعني هي هي. على كل أصدقائي، أنا فتحت السكايب، أتمنى مداخلاتكم. شو وينكم يا شباب؟ يعني دانيال، سال، لا وين كانوا، والله شو بكم؟ المنقذ، وين المنقذ؟ المنقذ اعطيناك اسم منقذ، وينك؟ ايش ما تبين جانو او جانو الجوكر. جانو، بدل ما قاعد عم تحارب هنيك على الشات، تعال هون حاربهم. تعال، على كل تفضل اخي ابو الحكم، اكمل اذا في ايات اخرى تفضل. اوكي، انت باي لحظه يجي اتصال قاطعني عادي يعني. عندنا ناخذ اخر ايه طبعا. يقول سوره النساء عندنا الايه 89، يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يعني الآية واضحة هنا، من يقول لك فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، والآية أخرى تقول لك حيث ثقفتموهم. الآية اللي واضحة ما فيها أي لف ودوران، يقول قاتلوا أمر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يعني يقصد بها المسيحيين. آخر شيء الآية تقول من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يعني تقولوا لي ماكو قتال للمسيحيه ولليهود، هاي الايات كلها واضحه، يا قاتل 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 اي واحد يخالف الاسلام وما يؤمن ان بالاسلام تقاتله غصبا عليك. يعني تفسير الايه يقول وقول الله ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني ما يصيرون أصدقائكم حتى يصيرون مثلكم يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا، إذا ما قبلوا يهاجروا في سبيل الله، أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس قال السدي أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم. اللي ما يقبل يهاجر وياك تروح تقتله، يعني خلص، يعني بعد أوضح من هاي شو تريدون. أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم، وين ما تلقوهم روحوا قتلوهم حيث وجدتم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على اعداء الله. ما داموا كذلك ثم استثنى الله من هؤلاء، اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون اليهم، الذين هم اولو بأس شديد على اقوال احدها انهم هوازن. رواه شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير او عكرمه او جميعا عن وبه يقول قتادة في رواية عنه لثاني ثقيف قاله الضحاك الثالث. المهم مثل يعني يستثنون قوم من الأقوام على أساس، لكنه يأمرك أي واحد يكون مخالف لك وما يقبل يهاجر وياك، أو أمر واضح من الإله يقول لك قاتله، لو مهما يكون يعني وين ما يكون تروح تقتله. يعني بعد اوضح من الايات ما اعرف شو اجيب لكم، يعني ما اعرف، بس باقي اجيب لكم رسول الله يقول لكم يا اخي كلام حكمه صح. طيب معنا عمران، انت معنا حبيبنا عمران،
يا ريت تعلي صوتك عمران، تفضل. ما رأيك بالآيات الإرهابية؟ أول شيء هيك الصوت تمام؟ تمام، تفضل. تمام. أول شيء بدي أوجه تحية إليك ولخيي الكبير والحكم الغالي. أول شيء بالنسبة معي وقت؟ معك وقت، تفضل. أنا بس السال كمان كان عم بتصل. أخي سال، أنا راح أرجع أتصل فيك دقيقة واحدة بس، انتظرني. تمام. بالنسبة للآيات اللي ذكرها أبو الحكم، كل اللي عم يحكي أبو الحكم المسلمين نفسهم بيعرفوا، ما بعرف ليش بيهربوا منه وبيخجلوا منه او بينكروا تفسيره وبيقولوا انه فلان فسر وغيره فلان ما فسر صح. بنفس الوقت بس يكون في وضع ثاني للمسلم بيستقل بهي الايات، يعني شو بدك اوضح من قاتلوا المشركين كافة او قاتلوهم حيث سقفتموهم. هلا عم شوف التعليقات عندك على اليوتيوب، يعني ما شاء الله شايف يرفع الراس اخوتنا اللي فايتين وبلشانين، يعني اثنين ثلاثة. أنا بدك نصيحتي جان، إذا يعني فورا اعمل لهم بلوك، لأنه هدول دائما بتنتهي معه الحلقة للسبات والشتائم بالعرض وبالشرف. هو بصراحة، بس إذا أي شخص يعني كان ملحد ولا مسلم ولا شو من كان يكون، بس بدأ بالشتائم راح أعمل له بلوك. وأنا الشتائم هي يا شباب خلونا يعني نبتعد عنها قدر الإمكان، واللي بده يستفزنا راح نعمل له بلوك ونخلص. يعني بصراحة يعني كفانا استفزاز مثل ما بقولوا. تماما. بدي اذا في معي وقت اعلق على الاخ مايك اللي كان من شوي عم يعني تفضل. واحد سؤاله كان عم يقول لك انه طالما في اسلام فليش في يهود ومسيحيين؟ هو فعلا انا مستغرب كيف كل هالجرائم اللي عملوه ولسه في منه، يعني هي لو طلع بايدهم كانوا فنون، بس ما راح يطلع بايدهم صحيح. يعني اصحاب الارض الاصليين بالمناطق بلاد الشام وبمصر بالنهايه ما حدا في ينكر هذا الشيء. بس الاخ مايك يرجع يقرا العهد العمريه عم اهله ويتجرد من اسلاميته شوي ويقراها كشخص هيك بعيد عن الاسلام. الشغله الاخيره جان، اذا معي وقت اخير بدي اقول لك اياها، انه بدي اسال هالمسلمين اللي عم يفوتوا يشتموا، مين فيهم بيقبل يجوز بنته بعمر 6 سنوات او 9 سنوات؟ شكرا. شكرا لك عمران، شكرا لك حبيبي عمران. طبعا يعني ما حدا بيقبل، لانه بصراحه هن مغسول الدماغ واخلاقهم الانسانيه ما بتسمح لهم، ولكن للاسف الشديد الاسلام خسل دماغهم بشكل عجيب، يعني حتى وصلهم الى، يعني اذا بتنتقد الاسلام باي شكل من الاشكال بيعتبروا انه انتقاد لشخصهم، مثل ما قلت يعني هن بيعتبروا الاسلام هويه كاسمهم، لانه اخذوها كاسمهم غضبوا، وطبعا بالسيف هذا اجى، ما اجى بالحب والحميه والاقناع. اذا في عندك اي تعليق اخويا بالحكم عشان اخذ اتصال سالف. لا بس حبيت اشكر اخوي الصغير عمران على اتصاله، ونتمنى يخلص الشغل اللي بايده حتى نبدي، يعني حتى لو قايل له ماسكه من ودنه شوي لعمران يكمل شغله حتى نقدر نشتغل. بصراحة هو عمران بده فركة اذن، يعني صار له سنة عم بيشتغل، وبعدين يعني عمران لا على كل، خلونا نرحب باخونا سال. اهلا وسهلا فيك سال، واسفين على عدم الرد باول نقره. يعني كتاب بوزة، يمكن من كتاب بوزة عم بيفسر. يعني للأسف هؤلاء الناس يعني لم يقرأوا قرآنهم ولا مرة واحدة، صح. ولا يقرأون، تعرف لما اكتشفوا التجويد
بالضبط، هي هو التجويد، التجويد سهل، يعني التجويد شيء سيء تجعله جيدا، يعني هو التجويد الشيء. بالضبط بالضبط، يعني مثلا القارعة، لما القارعة وما أدراك ما القارعة، تسمعها من الشيخ عبد الصمد بصراحة شيء مطرب، يعني شيء تطرب له الأذان، ولكن تجي في الواقع تقراها لا تفهم شيء، يعني حتى إذا هلا ترجمتها للحلبي القارعة، وشو عرفك بالقارعة؟ يعني بالضبط بالضبط. انا بس بدي اسال سال انا بس بدي اترجم هالقارعة للهجة الحلبية، اشوف شو بتطلع معي. القارعة، القارعة، وشو عرفك بالقارعة؟ لما بتشوف الناس مثل الفرش المبثوث هذا، ولما بشوف الجبال مثل العحن المنفوش، يعني مثل الفرشة المنفوشة. كان في شغلة في صفحة على فيسبوك اسمها القرآن باللهجة المصرية، عاوز تضحك روح اقرأ القرآن باللهجة المصرية، يعني بالضبط بالضبط، يعني انا اتمنى الاصدقاء يعني يفكروا بكلمة تجويد، يعني تجود الشيء تجعله جيدا. القرآن شيء كلام غير جيد فيجعلونه جيدا بالتجويد. بدل ما يحكوا الامريكان انا حتى لو تحط 20 طن حمره على الخنزير راح تضل تبقى خنزير بحمره. بالضبط بالضبط، والقرآن هذا هو كتاب إرهابي، ويعني مهما تجودوا فيه سيبقى كتاب إرهابي. وصحيح انتم ما لهلا ما مثائقين عليه، ولكن انا متأكد وضمان أضمن لكم إن راح تفيقوا وتعرفوا وتفكروا، لأنه الشيء الغلط بيتم غلط، والعقل الإنساني ما راح يقف عند الغلط لما يتواجه بالغلط. في نقطة جاني يعني خاصة شبابنا صراحة، إذا في ناس جدد جايين ويقلل أدبهم، بليز يعني رجاء لا تردوش عليهم، هم ذول المحتاجين يسمعون هذا الكلام. يعني انا صراحه ضد بلاك، يعني لا اريد ان تعملوا بلاك، هم اللي هؤلاء الناس اللي عاوزين يعني يسمعون هذه الحلقه مغيبين وما عندهمش، حبيبي ما عندهم، يعني الاسلام اخذ عقلهم اخذ كرامتهم اخذ كل شيء من عندهم، ما عندوش هويه بسايد هذا القران، فخليهم يسمعوا خليهم يسمعوا هذا الاجرام الاسلامي حتى يعرفوا الحقيقه. فاتمنى من اخواننا ما يردوش عليهم، تمام تمام سأل. أشكرك على النصيحة، ويعني سوف نناقشها أكيد أنا وبالحكم، ونشوف يعني القرار الأخير لبالحكم. يعني لا أنت بالحكم صراحة مجهود رائع، حبيب قلبي بالحكم تحياتي، حبيبي حبيبي سالم، الكلام الخطأ حبيبي، شكرا لكم، شكرا سال، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك، إلى اللقاء حبيبنا حبيبنا. تفضل ابو الحكم اذا في عندك اي تعقيب. اي انا اشكر الاخويا صالح، الاتصال دائما يعني موجود تحت الطلب مثل ما يقول. بس اللي انت قلت عليه مو امر من عندي، انت شو رايك ناخذ جان وبعدين نرجع لموضوع خصوصي، هذا موضوع الشتائم وما نعمل لهم بلوك. يعني جانو تفضل جانو. تحياتي واهلا وسهلا فيك جانو. هلا حبيبي، كنت مشغول كثير. ولا يهمك ولا يهمك. طبعا
نفسي وشوفوا راح تلاقون هذا الإله. إذا لقيت هذا الإله فهنيئا لكم، إذا ما لقيته يعني لازم تغيرون وتقررون إنه هذا الشيء غلط وترجعون إلى الصواب. هذا هو مداخلتي حبيبي. أشكرك جانو، أشكرك كثير حبيبي على المداخلة الرائعة هاي، وبالفعل مثل ما قلت يعني أتمنى يفكر العقل المسلم هذا إنه لو في إله بكل معنى الكلمة على الأقل كان إله عادل، يكون ما يكون إله مجرم يدعوك بغصب عنك إنك تآمن فيه، ومع إنه هو اللي عطاك الحرية الاختيار كما يزعمون طبعا. يعني لو كان إله وعطيك حرية الاختيار ما أظن يرغمك بالسيف تأمن فيه يعني. شكرا جانا، شكرا حبيبي، شكرا كثير، والى اللقاء. طيب على كل اخوي ابو الحكم تفضل تعقيبك على موضوع سال وتعقيبك على الاخ جانا كمان تفضل. يعني الاخ سال طبعا اشكره على اتصاله، واشكر الاخ جانا همينا دائما منشونه ودائما موجودين ودائما نستفاد من 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 يعني الافكار اللي يطرحوها ويغنون البرنامج اكثر واكثر. طبعا الاخ سال حكى عن الاسلام والمسلمين وانه كيف انه انه يحاولون الفكر الارهابي يطبقوه ويطلب منهم التعقل. والاخ جانو همينة يعني كلامه فعلا يقول هل تؤمن بإله، يعني هل تؤمن ان إله يأمرك تقتل غيرك حتى تنشر افكاره؟ يعني هذا اكيد ليس بإله نهائيا، لانه الإله مستحيل يأمر احد بالقتل اذا كان موجود. احنا ما نؤمن انه موجود، البشر هو سيد الارض، هو يقدر يقرر قراراته وشنو الصح تتغير حسب ظروف البشر. ولكن الإسلام المصيبة يقولون تصالح لكل زمان ومكان، فهي نال مصيبة يعني ما يقبل تغير فيه أي شيء على أساس جاي من إله. محمد بمرضه نشر هذا الخبر عن طريق خديجة، فما يصير إحنا نلتزم به طول حياتنا، وهالمآسي والمشاكل اللي عندنا إياه كل فترة وفترة تطلع لنا مجموعة داعش قاعدة حرام أخوان مسلمين سلفيين بلاوي زرقاء يعني مثل ما يقول، وهذا الشيء ده هيبقى يطلع يعني خلاص قتلت داعش يظهر ألف داعش. ويا ريت طلعتوا مرة واحدة تظاهرة صغيرة ولو 10 نفرات ضد داعش، ما حدا طلع يعني، يعني ما هي معناته أنتوا داخليا راضين عنها، جاي تطلعون تظاهرات على أتفه شيء، يصير عندكم خبز قليل تطلعون تظاهرة، عندكم فلان شيء ناقص تطلعوا تظاهرة، بس ما تطلعوا تظاهرة اللي يخص الحركات الإرهابية، لا طبعا انتوا داخليا تأيدوها لأن القرآن يأيدها والدليل على هذا الشيء. لا الأزهر ولا السعودية المكانيا أكبر يعني مناطق إسلامية مشهورة ما كفروا داعش ولا يكبر كفروا داعش، بينما كفروا فرج فودة وكفروا نجيب محفوظ كفروا غيرهم مثل ما كفرونا احنا كنا. فأتمنى يعني أتمنى الأخوة المسلمين شوية بس شوية يفكرون يعني يصحون شوية. أخي أبو الحكم الأخ مايك عم بسأل إنه في مسلمين عم بيقاتلوا داعش، كيف تفسر ذلك يعني؟ هو القاتل ليش أنت ما شفت هذا اللي من الجيش الحر جوي مسكوا طفل عمره 10 سنين قطعوا له رأسه؟ يعني شو يفرقون عن داعش؟ وإذا حاربتوا داعش؟ حتى النصرة حاربوا داعش لكن كل واحد يقول بيهم أنا الصح، وأنتوا تقاتلون بعض بس كلكم غلط، جيش الحر ولا الكر ولا النصرة ولا قاعدة، حتى لو تقاتلوا بعض أنتوا همين غلط. هو أنا بس بدي بس أعقب هون يا أخي بالحكم، يعني شو أخي مايك شو الغريب فيه أنه المسلمين يقاتل داعش؟ يعني مسلم يقاتل مسلم، يعني شو الغريب فيها؟ ما من بداية التاريخ الإسلامي بصدر الإسلام
لما مات محمد المسلمون يقاتلون بعضهم لحد هالساعة هاي. اليوم الحشد الشعبي من المسلمين يرفعون راية لا إله إلا الله ويا حسين يا موسين يا البطيخات. النصرة نفس الشيء، النصرة والقاعدة يعني النصرة والداعش يجوا من رحم واحد يعني، يعني امبارح انفصلوا عن بعض كانوا قاعدة وقاتلوا بعض. هذول بطيخين الخوازيق هذول تبع المعارضة بسموا حالهم دول جماعة الإخوان المسلمين، وما لف لفهم زنكي ومنكي وكل هذول عم بيحاربوا كمان داعش. يعني المسلمين يقاتلين بعضهم من زمان، ما هي شغلة ما هي جديدة يعني، يعني على أساس إنه إرهابيين، إرهابيين طبعاً، بس اللي عم بيحاربون ما هن إرهابيين. ليش هذول جماعة الجيش الحر سموا حالهم جيش حر؟ طفل ذبحوه ذبح على الشاشات، يعني شو هذا؟ هذا ما هو إرهاب هذا؟ يعني مفكر اللي جلدوا الناس بالشوارع، بشوارع حلب، بشوارع الشام، بشوارع كل المدن اللي استلموها بإدلب، هذول مسلمين كمان يعني عم بيطبقوا الإسلام، يعني كان داعش ولا، ولكن الحرب بيناتهم سياسية لمين يستلم السلطة. ولكن المبدأ الهدف واحد، المبدأ واحد، يعني داعش إذا انتصرت تطبق الشريعة، جبهة النصرة إذا انتصرت تطبق الشريعة، فصائل الزنكي والمنكي والبطيخين هذول كلهم بده يطبقوا الشريعة، كل هذول هي يعني ما في فرق. يعني شوف فرق بين النظام السعودي وداعش، هذول بقطع الرؤوس، هذول بقطع الرؤوس، هذول عم طبقوا الشريعة، هذول عم طبقوا الشريعة. المشكلة بيبي بهالأشخاص هذول، المشكلة بالشريعة ذات نفسها، الشريعة ذات نفسها شريعة إرهابية. هون المشكلة. نحن لما عم نقول إرهابيين ما عم نقول والله أبو بكر البغدادي هو الإرهابي ولا آل سعود هن الإرهابيين، عم نقول لك المكتوب بالنصوص اللي جعل هذول إرهابيين، اللي خلى هذول إرهابيين. تفضل أبو الحكم، إذا في عندك تعقيب. بس بتعقب على كلامك، يعني هو خلي يمسك الثورات الربيع اللي يسموها، مو كانت إسلامية، هاي ليبيا مو هسه صارت إسلامية، مو جاي يقتلوا بعض، مو الجماعة اللي ضد داعش تحارب المسلمين والمسلمين يحاربون داعش، وكلهم مسلمين. أي واحد يجي للحكم فراح ينفي الباقين. أنت متصور إذا الجيش الحر الجوي حكمه سوريا راح يتركوا مجال الباقين؟ راح يفرضوا قوانين مثل داعش إلى مو أكثر. يعني أنت الفرق بيناتهم، والدليل على هالشيء شفت طفل عمره 10 سنين ذبحوه، هو هاي الجيش الحر يعتبر نفسه مسلم. مثل ما قال أخويا جان، سعودية تطبق الإسلام وتقطع الرؤوس بالعلن، الناس يشوفوا كيف يقطعوا الرؤوس ويمنعوا التصوير. ليش تمنعوا التصوير إذا أنتم خجلانين من هذا الشيء؟ يعني إذا خجلانين روحوا عاقبوهم بالقوانين الوضعية، مو تجي تقطع لي رأسه. روح بيجي نفس الشخص الأخ مايك عم بيقول إنه الإسلام أخرج داعش من الإسلام. كيف يعني الإسلام أخرج داعش من الإسلام؟ لا، ما أنا جبت له مثال. النصرة جتني علم لا إله إلا الله شالوها، حطوا كمان علم تبعهم. يعني مضحك هاي، يعني النصرة أو داعش ذبحوا بعضهم، اتركك حتى الجيش الحر. يعني أنت بتصور إذا جو يحكموا سوريا راح يتركوك هيك؟ نفس الشيء، راح ينفوا الباقين ويقضوا على الباقين ويطبقون العهدة العمرية، لأنه القرآن ما يعطي مجال. القرآن مقيد إيديه ورجليه، القرآن يقول له اقتل غير المسلم، شرد غير المسلم، افرض عليه الجزية، ما يقدر يهرب منه. خلاص هو إسلام يعني إسلام. لذلك ماكو حل إن غير العلمانية، هي العلمانية الحل الوحيد لكل الشعوب. اتركوا اللادينية والإلحاد، العلمانية تبعد الدين عن الدولة. يعني الدولة وحد، روح اعبد ربك شو تسوي، لكن اترك الحكم الوطن والسياسة لأناسها، بعيداً عن الدين. لا تقول لي الإسلام إذا إجا راح يطبق. إحنا شمدين لما يجي الجيش الحر شو راح يسوي؟ مثل دول همنا
هم سموهم بليبيا سموهم كلهم جهاديين وأخوة ومسلمين ودعموهم من الغرب، لكن لما دخلوا شوف شو عملوا، يعني شو شو عملوا بليبيا. لحد الآن ليبيا ما واقف على رجليها. ليش؟ لأنه نفس الشيء الحكم الإسلامي موجود ويحاولون يطبقون حدود بأي طريقة، هاي إيران، هاي السعودية، هاي عندك أفغانستان، وعندك ليبيا وجزء من العراق. العراق هسه منعوا شغلات كثيرة، شوي شوي راح لما كل ما يتقوى. أول سنة تدري جانب إيران، أول سنة كان مشروب مسموح، ماكو حجاب، بس ثبتوا رجليهم بالحكم، فرضوا الأحكام الإسلامية كلها. ونفس الشيء هم قطع الرأس والجلد والشتمة، يعني ما فيها مجال. يعني يتصور إذا أجى المسلم راح يمشي غير طريق اللي مكتوب له بالقرآن والأحاديث. يعني على كل أشكرك أخي أبو الحكم. الأخ مايك برجع بقول نعم، الإسلام أخرج الإسلام الدواعش من الإسلام. يعني على كل ولا يهم. ميميل أهلا وسهلا، نورت أو نورتي، ما بعرف الصنف. بس في أخ عم بيقول كان طالب حلقة بصراحة، بس دقيقة واحدة أشوف التكست هون. آسف كتير، طلب مني حلقة بعد على شو؟ أنا بصراحة ما فهمت المطلوب. يعني إذا هل يرجع يكتب؟ يا ريت إذا ممكن ترجع تكتب كمان، أكون من الشاكرين. يعني أنا ما عم بقدر أشوف التكست هذا وين صار بالضبط. طلب حلقة وأنا نسيت بصراحة، مشان شو هي. الأخ مستر بلاك عم بقول لازم نعمل قرآن بالحلبي. جد يعني لازم نعمل قرآن بالحلبي والشامي بكل اللهجات، حتى ينعرف شو هو القرآن، حتى الناس تفهم القرآن، لأنه الناس ما تفهم القرآن واللغة العربية الفصحى يعني منتهية أصلاً، يعني ما حدا بفهمها. والله خلي يجودونا. على كل أنا ما شفت التكست، يا ريت إذا أحد الأصدقاء، الصديق اللي كان طالب الحلقة، يا ريت. أنا آسف كتير، يعني يا ريت ترجع تكتب لي إياها، لأنه أنا ما عدت أشوفها. الأخ سال عم بيقول ممكن أجاوب في سؤال، راح أتصل فيك سال. والأخ عمران كاتب لي منشور طويل بصراحة، يعني أنا أظن وقت الحلقة يعني ضيق كتير، فراح أقرأ بلكي في مناسبة أخرى. أخي عمران الأخ سال، راح أتصل فيك وتعطينا جوابك وننهي الحلقة مثل ما بقولوا. يظهر ما عم بيشتغل السكايب كمان. على كل أصدقائي، بعد ساعة ونص من الآن راح يكون عنا حلقة مفتوحة للأصدقاء بين الدين والإلحاد. أتمنى مثل امبارح سوينا حلقة مطولة كمان عن بين الدين والإلحاد، رحلة من الدين إلى اللادين. أتمنى من الأصدقاء المشاركة. طبعا الدعوة مفتوحة لكل الأصدقاء، تشاركونا الحلقة ونطرح أفكار ونشوف ناقش اللي عم بيصير على اليوتيوب، على السوشيال ميديا عموما. يعني التحولات هي من الدين إلى اللادين، وخصوصا في عالمنا الشرق أوسطي. أخي أبو الحكم، إذا في عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها بالحلقة تفضل. يعني الأخسال إذا ما حصلنا هنا بعد ساعة ونص نقدر كنا نقعد مع بعض، أنا على الفرصة أجي لأنه أتابع التكست. يعني يقدر يحكي الأفكار اللي كان يريد يقولها الآن. يعني كلمة أخيرة للمسلمين، يعني عندنا حلقة أخرى فقط عن الآيات الإرهابية
وبعدين إذا حابين يعني ما أعرف أعرض عليك جان إنه نفكر نعمل حلقة عن مثلا عن الأخطاء العلمية والطبية في القرآن، يعني إذا ما عندك مانع. الباب مفتوح أخوي أبو الحكم، ما عندي أي مشكلة، ورح نعمل حلقات، لن نتوقف على كل، تخلص سلسلة رح ندخل في سلسلة أخرى وسلاسل موجودة مثل ما بقولوا بهالبرنامج هذا. وأنا يعني كل نهار سأقدم حلقتين مهما كان السلسلة، مهما كانت الأفكار المطروحة، المهم تكون أفكار توعوية نوعي فيها أخوتنا المسلمين، لأنهم أهالينا بالنهاية، وهن سكان وطننا وهن أهلنا. يعني نحن من وطن واحد وأهل، ولازم يوعوا، لازم يوعوا، يعني بكفي بكفي خرابة أوطاننا، ونحن لا نحن سنبقى، لأنه أهلنا وأصدقائنا، يعني مهما شتموا، مهما فعلوا، مهما تعصبوا، يبقوا دمنا ولحمنا، لن نتوقف حتى ننقذهم من هالانحطاط هذا بكل تأكيد. يعني شكرا لك أبو الحكم، وأصدقائي ألقاكم بعد ساعة ونصف من الله في حلقة ما بين الدين والإلحاد. شكرا لكم، شكرا أبو الحكم، حبيبي، باي باي. إلى اللقاء أصدقائي، إلى اللقاء.